انا بحب انصح كل عروسه لو في عرايس داخله على مقبله على جواز تهتم ببشرتها جدا، اهتم بصحتي الاول، شرب الميه، واهتم بنضارتي، يعني انام كويس عشان بشرتي تبقى باينه عليها ان هي مش مجهده لو انا بسهر. روتين البشره لازم مهم جدا، اهتم ببشرتي، لازم اعملها روتين، لازم الغسول بتاعي اليومي، لازم التونيك عشان او التونر عشان نقفل المسام، لازم الكريم الليلي مهم جدا، الكريم الليلي للترطيب عشان اقوم بشرتي صافيه ومترطبه، لو عايزه احط ميك اب صح. يبقى صافي. بس وستامبلوك